للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. أهلا بحضرتك يا دكتور. لهذه التغطية يعني بداية بعد التحية كنا نقول منذ قليل أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي له إنجازات عديدة وخاصة في القرى الأكثر احتياجا، كيف تبعت هذه الإنجازات؟ الحالة في الوطن العمل الأهلي التنموي منذ يعني توقيع البروتوكول بين 21 جمعية ومؤسسة أهلية من كبرى الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحديدا في مارس 2022 يمكن تمت يعني بناء على البروتوكول تمت العديد من الإنجازات الغير مسبوقة في العمل الأهلي والخدمي والتنموي، يمكن بلخصها في أكثر من نشاط. النشاط الأول أو كان الهدف إن احنا بنستهدف 30 مليون مواطن مصر من الأسر الأكثر احتياجا، تم استهداف 25 مليون مواطن لتقديم مواد غذائية، سواء يعني مواد غذائية ساخنة، بقوليات، لحوم وغيرها، و5 مليون مواطن استفادوا بخدمات صحية سواء في تحاليل، كشوفات، عمليات جراحية، تغيير مفاصل وغيرها وغيرها من الأنشطة أو خدمات صحية. ايضا تم استهداف توفير 40 الف فرصه عمل للاسر الاكثر احتياجا خاصه ذوي الاعاقه. ايضا تم دعم المستشفيات الحكوميه ب 68 مليون جنيه. تم اطلاق سراح عدد كبير من الغريمات. فضلا عن ذلك يمكن التحالف اطلق مبادره اسمها ازرع. ازرع دي كان الهدف منها ان احنا نزرع 150 الف فدان بقمح وفول صويا ل 100 الف مزارع من صغار المزارعين اللي هو يمتلك فدان، فدان ونص، اثنين فدان يعني. وتم وطبعا المرحلة الأولى انتهت بنجاح شديد في 8 محافظات. استكملت المرحلة الثانية دلوقتي بدأ في 16 محافظة ب يعني نص مليون فلاح من صغار الفلاحين، وهيزرعوا مليون فدان قمح. أيضا كان في كثير من المبادرات أنبياء التحالف زي كتف الكتف اللي تم في شهر قبل شهر رمضان الماضي، وتم توزيع يعني حوالي 6 مليون كرتونه على الاسر الاكثر احتياجا. ايضا يعني في مبادرات زي ستر وعافيه، كل دي تمت. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الداعم للتحالف الوطني العام الاهلي التنموي شارك في المؤتمر الاول للتحالف اللي هو عقد 9 يناير 2023 واشاد بفكره التحالف وبالانجازات تمت. وتم ما انفاقه يعني من مارس 2022 يناير 2023 قرابه 12 مليار جنيه، وده طبعا رقم كبير جدا. انضم التحالف كمان دلوقتي 13 جمعيه مؤسسيه، عدد جمعيات مؤسسيه 34. تم تقنين وضع التحالف الوطني العام الاهلي التنموي بسرور القانون 171 لسنه 2023، هو قانون خاص بالتحالف الوطني العام الاهلي التنموي. ان التحالف ده عباره عن كيان له شخصية الاعتبارية، يعني له استقلالية مالية وإدارية، ويعني ويشرب بعناية ورعاية فخامة رئيس الجمهورية. والتحالف الانضمام ليه أو الانسحاب ليه سواء من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الكيانات الاعتبارية العامة أو خاصة اختياري، سواء الانضمام ليه أو الانسحاب منه. وموارد التحالف هي عبارة عن اشتراكات وتبرعات الجهات الأعضاء فيه، فضلا عن ما تخصش الدولة من أي ميزانية، فضلا عن أي حملات في تبرعات. أيضا التحالف حيدار بأسلوب ديمقراطي، هيبقى ليه مجلس أمنا يعني يتم انتخابه من الجمعية العامة، هيبقى 25 عضو، 21 منهم منتخبين وأربعة يعينهم قامة رئيس الجمهورية. التحالف طبعا هيبقى ليه فروع في المحافظات وليه لائحة داخلية هتنظم عمله، مجلس الأمنا هيوضحها وتستمد بجمال العامة. ايضا ممكن ان يكون لهم فروع خارج مصر بعد موافقه وزاره الخارجيه والرئيس. كل دي يعني امور التحالف طبعا عمل نقله كبيره جدا. ويمكن التحالف الوطني شارك في مناسبه غايه في الاهميه عندما حدث الاجتياح الاسرائيلي الغاشم على اخواتنا في غزه، يمكن وبناء على توجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر التحالف في يوم 8 في خلال 36 ساعه بارسال 108 قافله محمله بالادويه والمستلزمات الطبيه والاغذيه والمياه والملابس والخيام الى العريش، وقعدت في العريش حوالي 10 ايام. بدات تدخل غزه في 21 اكتوبر، ثم توالت القوافل، واخر قافله يمكن تم تدشينها وارسالها من استاد القاهره في وجود فخامه الرئيس.
وهي 575 قاطرة، يمكن احنا تعدينا ال 1000 قاطرة كتحالف حوالي 13000 طن، وما تم من التحالف ومن الجمعية الشرعية وغيرها يساوي أكثر من 80% من جملة المساعدات الإنسانية اللي دخلت غزة. يمكن العالم كله ساهم في 20% والتحالف ساهم بأكثر من 80%. طبعا التحالف يعني دلوقتي إن شاء الله يعني يصدر قرار رئيس الجمهورية تشكيل اللجنة المؤقتة اللي تبدأ تستلم وتبدأ يعني تتولى انضمام الأعضاء لعضوية التحالف. وطبعا التحالف طبعا ده كيان له شخصية اعتبارية وكيان أهلي قوي يعني مدني يهدف إلى مساعدة الدولة. التحالف وقع العديد من البروتوكولات مع كافة الوزارات، مع وزارة التنمية المحلية، مع وزارة الشباب والرياضة، مع وزارة الزراعة، مع الوزارات المختلفة والمجالات المختلفة، من أجل طبعا التخطيط، من أجل أن احنا يبقى فيه أعمال مشتركة. التحالف الهدف الأساسي منه هو أن يكون هناك دعم للعمل التطوعي وإرساء مبدأ التطوع ودعم الدولة المصرية والحكومة في مشروعاتها. التحالف بيقوم بمشروعات خدمية، مشروعات إنتاجية، مشروعات استثمارية العائد منها يعود على المواطنين الأكثر احتياجا. يمكن ده هو ده التحالف الوطني العام الأهلي التنموي. نعم. اللي طبعا الرئيس نفسه أشاد به وكلنا فخورين به، والتحالف كان له دور غاية في الأهمية وغير مسبوق في العملية الانتخابية. التحالف ومن خلال الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أطلق مبادرة انزل شارك مصر الأهم، انزل شارك صوتك مهم، وتم النزول إلى كل القرى والعزب واللجوء لدعوة المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي. وطبعا حققنا نجاح كبير جدا غير مسبوق. نحن كتحالف ومن خلال الاتحاد العام نزلنا كل محافظات مصر لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة وأن هذا حق دستوري وواجب وطني، وكانت هناك استجابة غير مسبوقة للمواطنين، وكنا بنرد على بعض الادعاءات وبعض الحملات اللي كانت بتدعو إلى العزوف وعدم المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري. يعني في البداية التحالف الوطني العام للأهلي التنموي إن شاء الله احنا يعني بنعول عليه في المرحلة القادمة أن يكون له دور أكبر ودور محوري في كثير من القضايا، ومنها القضية السكانية وغيرها من القضايا التنموية وفتح فرص عمل للشباب وغيرها. نعم دكتور طلعت، لو هننتقل بالحديث عن مبادرة حياة كريمة، هي أيضا لها العديد من الإنجازات وأبرزهم التخفيف عن كاهل المواطن، لو هنتحدث عن هذه المبادرة في جميع مراحلها، ما هي الأهداف وما وصلنا إليه من مبادرة حياة كريمة؟ كل مبادرة حياة كريمة دي يعني أنا بقول دايما الرئيس التحسيسي طبعا له العديد من الإنجازات الغير مسبوقة في العشر سنين اللي هي الفترة الأربع سنين الأولين والست سنين اللي ينتهوا في شهر ابريل 2024. انجازات لا يستطيع احد ان يذكرها. ما تم انفاقه على الدوله المصريه يتعدى 10 تريليون جنيه. وطبعا لو قلنا يعني حاجه من اهم الانجازات التي تمت وهي انجاز غير مسبوق وهي مبادره حياه كريمه. مبادره حياه كريمه دي تتمشى مع الدستور المصري اللي يعني دايما يقول ان المواطنين من حقهم ان يعيشوا حياه كريمه. مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها فخامة الرئيس منذ سنتين هي مبادرة القرن، مبادرة تستهدف 58 مليون مواطن مصري، كل قرى مصر بنتكلم في أكثر من 4600 قرية متوزعين على مستوى 22 محافظة. بنستهدف 58 مليون مواطن يعني أكثر من نص سكان مصر. دول إخواتنا وأهالينا في الريف المصري اللي كانوا يعني يمكن ما كانش بتطلبهم الخدمات بشكل جيد، ولكن يعني القرار المحترم القوي الجريء من فخامة الرئيس اللي قال لا الناس دي من حقها تعيش حياه كريمه، من حقها يكون عندها كل الخدمات اللي بتنعم بيها المدن، من حقها يكون عندها مياه شرب، صرف صحي، طرق مرصوفه، مراكز شباب، وحدات صحيه، كل الخدمات تبقى موجوده، يكون هناك يعني دعم للاسر الاكثر احتياجا، ذوي الاعاقه. فدي كانت مبادره القرن. المرحله الاولى استهدفنا فيها يمكن نتكلم في 1600 قريه تم استهدافهم، وتمت الحمد لله بنجاح شديد جدا. وطبعا ما انفق على المرحله الاولى اكثر من 350 مليار جنيه كان مخصص للمراحل الثلاثه، تريليون قد يزيد يعني بسبب طبعا ارتفاع الاسعار والتضخم الموجود على مستوى مصر على مستوى العالم. طبعا دي هتعمل نقله كبيره جدا جدا جدا، هتساهم في نقل الهجره من القرى الى المدن،
والهجرة الغير شرعية من القرى إلى خارج الوطن، دي هترفع مستوى القرى، هيبقى المواطنين هناك سعداء بأنهم بيعيشوا في القرية، هتحول القرية أيضا إلى قرية منتجة، عمل فيها مشروعات تنموية. دي يعني على مستوى العالم، وأنا دارس في كل التجارب العالمية، لم تحدث إلا في الهند يمكن، واستهدفت 5 مليون مواطن، احنا النهاردة بنستهدف 58 مليون، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة وما يمر بها الاقتصاد من عثرات، ولكن كان هناك إصرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تستمر المرحلة الثانية اللي بدأ العمل فيها بالفعل، وننتهي المرحلة الثانية ونوصل المرحلة الثالثة. طبعا أنا بقول دي مواطنة القرن، وأنا بقول لو إن الدولة وإن الرئيس لم يفعل إلا هذه المبادرة فكفى، رغم إن هو الكثير من الإنجازات الغير مسبوقة، وحكاية وطن اللي هي شرحت بشكل مفصل ما تم إنجازه من كل الوزارات والهيئات. أنا بقول إحنا بدعو، أنا بدعو الشباب المصري في كل مكان في كل محافظة ينزل القرى اللي تمت فيها مبادرة حياة كريمة، يرى بعينه مش بالكلام ولا بالشعارات ولكن على الحقيقة على الواقع. أما لا القرية، إحنا عندنا كان نسبة الصرف الصحي في مصر في القرى قبل مبادرة حياة كريمة لا يتعدى 12%، النهاردة وصل 43%، طبعا دي نقلة كبيرة جدا جدا جدا. أيضا في المساكن، أيضا في البنية الأساسية كلها، دي كل دي إنجازات تحققت على أرض الواقع ونقلت الحال من حال. نعم بالتأكيد يوجد العديد من الإنجازات في هذه المبادرات المقدمة من الدولة المصرية للمواطنين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.